اهلا بكم. هكلمكم منتهى الصراحه عن قضيه في منتهى الخطوره والاهميه وبسكت عنها. القدره الجنسيه يا جماعه في عوامل كتير بتتحكم فيها، عوامل هرمونيه وعوامل مرضيه وعوامل جينيه وعوامل وراثيه، عوامل كثيره جدا، لكن في حاجتين الحقيقه ينبغي ان نظر ليهم بقوه لانهم نقدر نقوم عليهم امراض العصر المؤثرين على القوه الجنسيه. السمنه والسكر. السمنه والسكر يؤثران بقوه على القدره الجنسيه وعلى الرغبه الجنسيه عند الرجل وعند المراه. وعلى فكره عند المراه مسكوت عن هذا الكلام كثيرا، يعني يعتقد كثيرا جدا ان السمنه والسكر يؤثران على الرجل. لكن المراه زي الفل، لا، مين اللي قال؟ مين اللي قال؟ السكر مع السمنة الاثنين بيعملوا ايه في الست؟ اولا اول ما السمنة والسكر يزيدوا في الدم ويحصلوا تلاقي في فرص حدوث التهابات مهبلية. احنا عارفين ان السمنة مرض التهابي بطبعه، مرض تزيد فيه البكتيريا الضارة بطبعها، من ضمن اماكن فرص وجود بكتيريا ضارة جهاز تناسلي على فكرة، وايضا من ضمن اماكن فرص وجود التهابات الجهاز التناسلي. السكر لو جه معاه كمان يا الالتهابات هتزيد، والالتهابات تزيد لدرجة انه يحصل ألم عند المعاشرة الزوجية، وبالتالي تدريجيا يحصل نفور جنسي من المرأة. طبعا كلمني بقى عن تأثير السكر ايضا لو جه مع السمنة في حدوث مشاكل في الجهاز التناسلي للمرأة، فرص الالتهابات هتزيد، ايضا وجود فرصة للجفاف المهبلي هيزيد، وخلل في المواد المنشطة للرغبة الجنسية هيحصل. لكن الأمر أصعب وأكبر وأكثر خطورة مما تظنون. حوار مثير النهاردة، وأعتقد أنه هيكون عنوانه يا بخت من بكاني وبك عليا، ولا ضحكني وطمني وضحك الناس عليا. ضيفي العزيز القمة العلمية الكبيرة وأستاذنا أستاذ الأساتذة الأستاذ الدكتور محي البنا. هدفنا هو ان احنا نحسن الصحة العامة للمريض. بالنسبة لعملية تحويل المسار هي عملية لعلاج مرض. مريضة السمنة المفرطة تسترد قدرتها الانجابية. معظم الاطفال اللي عندهم سمنة مفرطة يبقى عندهم صغر عطاء تناسلية وهرمون الذكور عندهم قليل. عنده مشكلة اخطر بكتير قوي من ان احنا نسيبها ونقول لا ده لسه صغير. الأستاذ الدكتور محي البنا، أستاذ جراحة السمنة والجهاز الهضمي بكلية الطب جامعة عين شمس، زميل كلية الجراحين الأمريكية، عضو الجمعية الأمريكية لجراحات السمنة، وعضو الرابطة الدولية لجراحات السمنة، سكرتير الجمعية المصرية لجراحات السمنة. ضيفي واستاذنا الاستاذ الدكتور محي البنا، اهلا بيك يا استاذ. اهلا بيك دكتور ايمن. كالعاده بتثير قضايا مهمه جدا، قضايا ما بنتناولهاش بشكل سليم. ارتباط الشيخوخة بالمشاكل الجنسية، بالسكر، بالسمنة، يعني كلها قضايا مترابطة ومرتبطة ببعضها. والقضية الأساسية يعني الأداء الجنسي بشكل عام ده باكورة لقدرة الجسم، قدرات الجسم العامة. حلو التعبير ده قوي. لا احييك، باكوره قدرات الجسم بالظبط. ده انا على فكره قعدت ادور عليه، اللي هو عمليه ديناميكيه تحتاج جهد، لكن حضرتك مش بس قدرات جسديه، حاله ذهنيه، حاله نفسيه، حاله مزاجيه. يعني المساله مش مساله قوه جسديه او قدره جسديه بس، لا، دي المساله متعدده الاطراف، متعدده العوامل. لازم الواحد يكون في مود كويس، حالته الذهنيه جيده، وفت ولائق جسديا. واحنا عارفين ان السمنة بتؤثر على اللياقة الجسدية، وتؤثر على اللياقة الذهنية، وتؤثر على الحالة النفسية. واحنا عارفين ان السكر بيأثر على الأوعية الدموية، فيؤثر على كافة أعضاء الجسم ومن ضمنها الأعضاء التناسلية، ويؤثر على الحالة النفسية كمان، بيعمل حالة من الإجهاد في أنسجة الجسم المختلفة، حالة إجهاد عامة. احنا عارفين ان مقاومة الجسم للامراض وللالتهابات وللعدوى عند مريض السكر ضعيفة. هل من الممكن انه الشيخوخة تأتي مبكرا؟ وده بنشوفه النهاردة في قياسات علمية للحالة الفسيولوجية للسن الفسيولوجي. والنهاردة
في بعض الأجهزة في بعض المعامل المتقدمة بيقيس السن الزمني كرونولوجيكال ايج ويقارنه بالسن الفسيولوجي. ده السن الفسيولوجي ده متوقف على وظائف الأعضاء. النهاردة بنتوقع ان لو واحد حالته الجسدية سليمة، أعضاءه سليمة، أجهزة جسمه سليمة، تأثير الزمن على هذه الأعضاء وعلى هذه الأجهزة يكاد يكون النهاردة يمكن قياسه. فأنا أقدر أقول أنه لو هو سليم وصل لسن 50 سنة بتوقع منه هذه الحالة الجسدية، وهكذا مع التقدم في السن. بعض الناس بيبقى حالة جسمها أكبر من سنها، يبقى عندهم نوع من أنواع الشيخوخة. الشيخوخة هي النهاردة في تغيرات بتحصل على مستوى الخلية هي اللي بتؤدي إلى تدهور وظائف الأعضاء. هذه التغيرات على مستوى الخلية أحيانا تغيرات بسيطة غير ملحوظة غير ظاهرة لحد ما تظهر بقى في شكل أمراض. وعشان كده بنلاقي بعض الناس يقولك ده كان صحته كويسة جدا وفجأة تدهور، فجأة حصل له انهيار، كل إيه ده، كل الأمراض اللي ظهرت عليه مرة واحدة. هي في الحقيقة دي عملية خفية، عملية تدهور خفية بتحصل في الجسم يعني نقدر وسريعة لما تظهر بتظهر بسرعة، لأن هي بتتراكم ببطء في الأول لحد ما توصل عند حد معين تظهر بقى، ولما تظهر بتظهر في كل الأعضاء مرة واحدة. على حسب درجة السمنة برضو اللي حصل. أحد الأسباب المهمة جدا هي السمنة. السمنة النهاردة ثبت إن تغيرات الخلايا اللي بتحصل في الشيخوخة مشابهة لتغيرات الخلايا اللي بتحصل في السمنة المفرطة. فالسمنة المفرطة هي أحد أسباب الشيخوخة. نفس الحكاية في مرض السكر. مريض السكر بيحصل عنده تدهور في وظائف الأعضاء، تدهور مزمن نتيجة السكر تماثل التدهور اللي بيحصل في الشيخوخة. السكر يؤدي إلى الشيخوخة. وعشان كده النهاردة بنقول اللي عنده الاثنين، اللي عنده سمنة وعنده سكر، هو عنده مرضين تأثيرهم مزدوج، كل واحد منهم بيشتغل مع التاني، بيتضافروا مع بعض علشان يخلصوا على جسمه، علشان يعملوا له تدهور في أعضاء الجسم، في كل خلية من خلايا الجسم. لازم المريض يتخلص من السمنة، لازم يواجه السكر ويعالجه، وكل ما كان العلاج مبكر كل ما كانت النتيجة أفضل. العلاج غير الجراحي يجربه، وإذا لم ينجح العلاج الجراحي ما يتأخرش في طلب العلاج الجراحي. دراسة علمية أثبتت أن محاولات الانتحار والميول الانتحارية أعلى بكثير عن مرضى السمنة. صحيح. هذا سؤال هاني عفيفي. CNN نشرت مؤخرا تقرير مؤلم عن فتاة أمريكية عمرها 18 سنة اسمها براندي فيلا، أقدمت على الانتحار بعد تدهور حالتها النفسية لاستمرار سخرية زميلاتها وبعض من أفراد عائلتها على زيادة وزنها وفشلها المتكرر في اتباع رجيم يخلصها من الوزن الزائد. براندي فيلا سجلت رسالة لعائلتها وأصدقائها قالت فيها إنها رغم كل شيء بتحبهم، وأخوها فيكتور فيلا اللي كان تقريبا الوحيد اللي بيشجعها طول الوقت عكس الباقيين سجل رسالة قال فيها هل حصلتم على ما أردتم، آمل أن يجعلكم هذا سعداء. إزاي الأهل والأصدقاء ممكن يقوموا بدور إيجابي في تشجيع أحد أفراد عائلتهم اللي بيعاني من السمنة وتحفيزه على الاستمرار في المحاولة أو البحث عن طرق علاجية أو جراحات سمنة تناسبه أكتر؟ وهل مع يأس المريض واستسلامه في حالات بييأس معاها الطبيب أو ما ينفعش معاها جراحات سمنة؟ ولا كل مشكلة مهما تعقدت من وجهة نظر المريض ممكن يكون ليها حل في جراحات السمنة المتعددة؟ قبل أن أذهب إلى السؤال أنا عايز أشوف صورة براندي فيلا. براندي فيلا طبعا يعني إحنا ندعو لها بالرحمة، ملهمة جدا أولا على أكثر من صعيد. هي ست بنت جميلة جدا جدا، يعني هذه بمقاييس الموجودة الآن في مصر يبقى يعني نقول حاجة تانية خالص. لكن هي جميلة وليست تعاني من سمنة مفرطة، تعاني من سمن. لكن المجتمع لا يرحم أحيانا، المجتمع الجامعي، المجتمع الثانوي المدرسي لا يرحم. صحيح. الأقران بيستغلوا السمنة للتريقة، حتى في السينما بيستغلوها التريقة على الأطفال. يعني في فيلم لسه شايفه قريب بيتريقوا على طفل عنده سمنة مفرطة. طيب الانتحار والسمنة و التعامل النفسي والسبورت، لانه في كمان ولاد كتير شباب كتير بيبقوا عندهم اقبال على حلول او العيله ما بتدعمهمش.
صحيح. دي الحته المهمه، دي نقطه مهمه جدا. انه المريض السمنه المفرطه اللي قرر انه يعمل عمليه لابد من دعم العيله ليه، لدرجة ان بعض المراكز الطبية العالمية بتشترط انه مش بس المريض اللي يجي يقابل الدكاترة، لا وعائلة المريض اللي قاعدين معاه في نفس البيت يقابلوا الدكاترة. فاذا كان طفل يبقى معاه الاب والام، اذا كان الزوجة او الزوج يبقى معاه الطرف الاخر، لان المسألة هنا فعلا المريض محتاج سبورت علشان ياخد قرار العملية وما في مرحلة ما بعد العملية. السمنة المفرطة هي مش بس مرض، لكن دي أزمة، أزمة اجتماعية وأزمة نفسية عند مريض السمنة المفرطة. بعض العائلات بيبقى كل العيلة عندهم سمنة مفرطة، فهم بيدعموا بعض عشان يحافظوا على السمنة المفرطة. وهنا بنتكلم عن مشكلة كبيرة بقى، يعني مشكلة مرضية اجتماعية، كلهم مرضى، ولأنهم كده كوميونيتي مع بعض قاعدين كلهم مرضى، فبيعتقدوا أنه احنا ما عندناش مشكلة، احنا مختلفين عن الناس، الناس بيبصولنا بصة، لكن احنا خلاص احنا مع بعض كويسين وكلنا شبه بعض. مش بس كده، لما بيبقوا أسرة مع بعضها كلهم عندهم سمنة، كلهم بيأكلوا بطريقة غلط، فبتبقى المشكلة أكبر. هو مش بس عنده مرض السمنة المفرطة، لا ده هو بيأكل بطريقة غلط تخلي المضاعفات تحصل بسرعة، وكلهم بيساعدوا بعض على ان هم للأسف يعني يمشوا في الاتجاه الغلط، اتجاه المضاعفات، السكر والضغط والكوليسترول وغيره. وعندنا عائلات اخرى فيها كلهم وزنهم معقول، كلهم وزنهم طبيعي، وواحد او اتنين اللي بيعاني من السمنة المفرطة، لكن بعض هذه العائلات بتبقى خايفة جدا من قرار العملية. وطبعا في بعض المرضى بيصروا ويبقى عندهم ارادة انه يعمل العملية احيانا من غير دعم اسرته، وبيحققوا نتائج عظيمة جدا، لانه بيبقى عنده تحدي، عنده رغبة في انه يثبت نفسه، عنده ارادة انه يوريهم ان انا اقدر انزل في الوزن واقدر اخد القرار الصعب ان انا اعمل العملية. انما طبعا الافضل انه يكون في دعم من الاسرة، خصوصا لما يكون المريض صغير في السن، لما يكون طفل، لما يكون بنت عندها 18 سنة، هنا محتاجة دعم من اسرتها عشان تعالج السمنة المفرطة. لما الاسرة تدعمها ان هي تعمل عملية او تشوف حل للسمنة المفرطة، بالتأكيد هتحقق نتيجة أسرع، مش هنوصل لمرحلة إن هي تقدم على الانتحار. ولازم الأسرة تطمن، عمليات جراحة السمنة النهاردة آمنة تماما، نتائجها زي أي عملية جراحية، وهي بتحللنا مشكلة كبيرة جدا، مش بس مشكلة مرضية، لا بتحللنا مشكلة نفسية، مشكلة اجتماعية، بتحمي طفلهم أو ابنهم أو بنتهم من أزمة زي الأزمة اللي احنا شفناها. إنما هو مريض السمنة هو في اتجاه انه يفقد حياته برضه، لكن على مدى بعيد شوية، انه هتظهر عليه امراض سكر، ضغط، دهون ثلاثية، مشاكل شرايين، مشاكل القلب، جلطات، مشاكل المفاصل، العمود الفقري وغيره. السيدات بالذات بيتحملوا عبء اكتر في موضوع السمنة، اولا بسبب الحمل، بسبب الولادة، الحمل والولادة المتكررة طبعا فيها زيادة في الوزن، وكتير منهم ما بيعرفش يرجع لوزنه بعد الحمل والولادة. النقطة التانية نتيجة الهرمونات، هرمونات السيدات بتساعد على تراكم الدهون. المشكلة ان السمنة المفرطة زي ما احنا شايفين الخلايا الدهنية لما بتتضخم نتيجة تراكم الدهون، النسيج الدهني في الجسم لما بيتضخم، ده حتى ممكن نسميه مرض تضخم النسيج الدهني، بيبقى الجسم في حالة التهاب، زي وكلمة التهاب دي كلمة عبقرية، بنتكلم هنا عن لهب ويبقى الجسم، وعشان كده الالتهاب الخارجي بنشوف ان الجزء اللي فيه التهاب، الجزء الملتهب احمر متورم، حرارته اعلى، النقطة دي، المنطقة دي في حالة التهاب، في حالة سخونة، في حالة غير طبيعية. الكلام ده بيحصل داخليا في الجسم وما بنشوفوش، بيحصل جوه الشرايين، وده اللي بيعمل لنا تصلب شرايين ويعمل لنا جلطات، بيحصل في أنسجة كتير جدا زي الكبد، زي معظم خلايا الجسم في حالة مرض السكر، هذا الجسم في حالة التهاب. تراكم الدهون بيسبب التهاب في الأنسجة، في الأنسجة الدهنية والأنسجة اللي حواليها، وده اللي بيخلي الإنسان حاسس بالضعف، حاسس أنه مش في طاقته، أنه مش في مجهوده، مش في قدرته، ويبتدي يحس بألام كده غامضة، أنا ما بتحرك، ظهري بيوجعني، ركبتي بتوجعني، عندي مشاكل. واحنا عارفين ان مشاكل الركب والمفاصل والعمود الفقري هي التهابات،
يعني اوستيو ارترايتس، ما هو ده التهاب، التهاب في الغضاريف والتهاب في العظام، فكل ده سببه السمنه المفرطه. وعشان كده السيدات بالذات مجرد ما نصل الى هذه المرحله لازم نبتدي ندور على حل. حل غير جراحي ما نجحش في الحل الجراحي، والحل الجراحي امن. كان في سؤال، هو في مريض ما اقدرش اعمل له عمليه؟ عايز اقول انه كل المرضى يجب ان نجد حل ليهم للتخلص من السمنه، سواء بعمليه او بدون عمليه. الفيصل في العمليه هو ان احنا بنعمل حاجه اسمها ريسك اسسمنت، هو من حيث التخدير هذا المريض تخدير قابل تقدير مستوى الخطوره بالظبط. بنعمل فحوص، بنعمل تحاليل، بنشوف العمليه درجه امان العمليه قد ايه. معظم المرضى يقدروا يعملوا العمليات دي، مفيش مشكله ان هو يعمل، مش يعني العمليه امنه، مفيش درجه خطوره ان هو يعمل العمليه. الحقيقه لازم نشجعهم انهم يعملوا العمليات دي، لان دي هترد لهم صحتهم. انا اعتقد انه ما زال هناك نوع من الكونفيوجن، الحيره في الشارع المصري فيما يتعلق بالعمليات المعتمده. الناس لسه مش عارفه كويس قوي الفرق بين التدبيس والتكميم، لغايه دلوقتي بيخلطوا بينهم. حتى في العرب، الاخوه العرب في بيقولوا عليهم قص معده، قص معده. طيب ماشي اوكي، لازم نعرف الفارق جيدا بين العمليات وبعضها البعض. في عمليات ممنوعه الان تعمل في العالم زي تدبيس المعده، الفرق بينها وبين تكميم المعده ده سؤال اكيد هيطرح. تحويل المسار في ناس بترتبك احيانا في توصيفه، يعني ايه عمليه معتمده؟ اعتقد هو ده هيكون مضمون السؤال القادم من الجمهور. انا بسال بس على الفرق بين عمليتي تحويل المعده وتدبيس المعده، وهل في فعلا فرق بينهم ولا لا؟ لان فعلا ناس كثيره قوي وخاصه نساء لما عملوا عمليه تدبيس معده اشتكوا بعدها من يعني مضاعفات حصلت لهم، لدرجه انهم ندموا انهم عملوها. فهل تحويل المعده افضل من تدبيس المعده؟ السؤال فيه حيرة شديدة جدا. التدبيس اللغية من العالم ما فيش التدبيس، عملية تدبيس المعدة القديمة دي كنا بنستخدم فيها دباسات قديمة، وكان بنحط صف دبابيس يفصل جزء من المعدة عن بقية المعدة وكل حاجة في مكانها. هذه العملية توقفت في العالم لأنها ما حققتش النتائج المطلوبة. عملية التكميم المعدة اللي عمل الخلط عند الناس ده التدبيس القديم، ادي الصفوف الدبابيس وكل حاجة في مكانها. اللي عمل الخلط فكرة ان احنا في الحالتين بنستخدم دباسات، دي عملية التكميم التدبيس، دي التدبيس القديمة. التدبيس القديمة الشبكة التي تم إلغاء دي وقفت في العالم كله أوبسوليت، دي عملية ما يصحش ان احنا نعملها النهاردة. الفكرة اللي عمل الخلط الدباسات، احنا في كل الأحوال بنستخدم دباسات، انما دي الدباسات قديمة اللي كنا بنستخدم بيها، اللي كنا بنعمل بيها عملية تدبيس المعدة. النهاردة في دباسات حديثة بنعمل بيها تكميم المعدة وبنستخدمها في عملية تحويل المسار. وعشان كده الاسم التاريخي لأنه بقى له مدة طويلة هو اللي بيبقى معلق في ذهن الناس، فالناس تقول تدبيس معدة إنهم متعودين إن كان لما ابتدت بتدبيس المعدة. إنها بيحصل تطور علمي، يعني زي ما زمان الناس كانت بتعيش في بيوت طمي، النهاردة بيوت مختلفة تماما. فالتكنولوجي بيتقدم والعلم بيتقدم، بنغير الوسائل اللي احنا بنستخدمها. النهارده في دباسات حديثه بنعمل تكميم معده او تحويل مسار. تكميم معده هي اسمها غريب شويه، انما هي احنا بنحول المعده لكم، اسمها بالانجليزي سليف يعني كم. احنا هنا قصينا فعلا جزء من المعده، استأصلنا جزء من المعده وفضل جزء على شكل انبوبه او على شكل كم، ومن هنا جه اسم العمليه. الجزء اللي احنا بنستأصله ده بيتضمن قبة المعدة اللي هي بتفرز 90% من هرمون الجوع. بعد العملية الجوع بيقل بنسبة كبيرة جدا، وكمية بسيطة جدا من الأكل بتشبع المريض، وده بينزل الوزن. العملية التانية عملية تحويل المسار. هنا عاوز أقول إن سنة 2017 دي سنة مهمة جدا، بنحتفل فيها بمرور 50 سنة
على نشر أول بحث عن تحويل المسار، تحويل المسار اللي كان عامله إدوارد ميسون الأمريكاني، الأستاذ الأمريكاني اللي اخترع عملية تحويل المسار، اخترعها سنة 66 ونشر البحث ده سنة 67. وبنحتفل أيضا على فكرة 67 دي سنة يعني في البحث العلمي وفي الإنجازات العلمية سنة ليها وقع مهم جدا. دي أول سنة تم فيها كارديك ترانسبلانتيشن، زراعة القلب، وأول سنة تخرج فيها أبحاث تحويل المسار. 67 ده أول بحث عن تحويل المسار اللي تطور بعد كده. 1997 يعني من 20 سنة بالضبط ظهرت عملية تحويل المسار المصغر. فاحنا السنة دي نحتفل بخمسين سنة على مرور عملية تحويل المسار وعشرين سنة على عملية تحويل المسار المصغر، واحنا هنحتفل بكده في مؤتمر الجمعية المصرية لجراحة السمنة السنة دي إن شاء الله. عملية تحويل المسار عملية عبقرية لأن احنا فصلنا جيب من المعدة عن بقية المعدة، مفيش استئصال هنا، ووصلنا الجيب ده بالأمعاء الدقيقة، والتوصيلة دي على بعد مترين من بداية الأمعاء الدقيقة. ده التحويل المصغر اللي احنا بنعمله النهاردة، اللي هو برضو نوع من التطور في مجال جراحات السمنة. هنا الأكل بيعدي إلى جيب من المريء إلى جيب في المعدة، بيفضل جزء من المعدة، والجزء ده في المعدة يتراوح من 50 إلى 100 سنتي، وبعدين ينزل من المعدة مباشرة إلى الأمعاء الدقيقة. هنا احنا حولنا المسار بعيد عن جزء من المعدة، بعيد عن الأمعاء الدقيقة، بعيد عن الاثنى عشر. السؤال هنا، طيب احنا بالنسبة لهرمون الجوع، احنا في تكميم المعدة استأصلنا جزء من المعدة، شلنا الجزء من المعدة اللي بيفرز هرمون الجوع. طيب في تحويل المسار المصغر احنا هنا ما استأصلناش. طب هل هرمون الجوع نسبته بتفضل زي ما هي؟ لا، الحقيقة انه مجرد ان احنا حولنا مسار الاكل بعيد عن قبة المعدة اللي بتفرز هرمون الجوع، اللي بتفرز 90% من هرمون الجوع، ده بيقلل افراز هرمون الجوع وبيقلل شعور المريض بالجوع. العملية اقوى لانه بتقلل امتصاص الحلويات، بتقلل امتصاص الدهون، بتعمل تغيرات هرمونية لانها بتنشط هرمونات الامعاء الدقيقة، كل ده بيخلي تأثيرها اقوى على المدى البعيد، بالذات لمرضى السكر او المرضى اللي اكلهم اكتر حلويات وسكريات. قبل ان نذهب عايز اوضح للناس حاجة مهمة جدا. في ناس ممكن تجيب تصريح من وزارة الصحة، التصريح بانه هذا شيء مكمل غذائي، مكمل غذائي، في فيتامين، في اي حاجة، مكمل غذائي، الوزارة دت لهم تصريح على انه مكمل غذائي. هو بقى يعمل اعلان على انه مخسس، دواء تخسيس جبار بيخسس الفيل يخليه غزال، ويجيب فيل ويقعد يلعب مع الفيل ويخليه غزال او شيء من هذا القبيل، ويقعد بقى جمل المشهورة اللي هي لازم احط برضو سوكسي للموضوع. في النهاية هذا نوع من الالتفاف، في تصريح، بس التصريح لشيء، شيء يستخدم في شيء، انت بتقول انه بيستخدم في شيء تاني اخر. بالظبط كده، فانت تلتف، وهنا ايضا الاجهزة الرقابية ستتدخل صحيح لايقاف هذه المهزلة. صحيح. ضيفي العزيز القيمة العلمية الكبيرة استاذ الدكتور محي البنا، نورتنا واسعدتنا وشرفتنا. اشكرك. ثلاثة خليكم دايما مع دكتور.